تعالوا نشوف التقرير اللي جاي عن العيد. العيد اللي فات يمكن كان في ظروف صعبة بتمر بيها البلد وبيمر بيها الشارع المصري استكمالا للظروف اللي احنا بنمر بيها بقالنا 3 سنوات منذ أحداث 25 من يناير. يا ترى فرحة العيد السنة دي اختلفت ولا زي كل سنة والأحداث أثرت علينا ولا ما أثرتش؟ ده اللي هنشوفه من خلال رأي الشارع في التقرير اللي جاي. مشاهدينا ابقوا معنا. ظروف غير اعتيادية يمر بها المجتمع المصري، لكن في كل الأحوال تمر بنا الأعياد لتطرح هذا السؤال. فرحة بتبقى في صلاة العيد بتبقى حلوة، وكل الناس بتقابل ناس ما شفتهاش أول مرة في حياتك، وبيبقى بقالك كتير ما شفتهاش، فبتبقى حلوة قوي وبتبقى فرحة كده، والناس فرحانة يعني من حال البلد اللي فيه، فبيروح على الناس شوية. خارجين من رمضان بجد مرتاحين كمان، لأنه عدى حلو قوي وجميل وهادي جدا، حتى كنا خايفين أي مشاكل تحصل في رمضان أو في عيد، لا الحمد لله ربنا خلف الظن يعني بمعنى أصح. كان عيد كويس، خرجنا وانبسطنا وكل حاجة كويسة. رحنا الجناين وتفسحنا ويعني شفنا الحدائق اللي هي العامة الأعياد فرصة للترويح عن النفس من هموم الحياة ولتوطيد العلاقات الاجتماعية ونشر المودة والرحمة بيننا، وأيضا لكي نشكر الله تعالى على تمام نعمته وفضله وتوفيقه لنا على إتمام العبادات. هذه السنة دي والله قضينا ما بين الأهل والأسرة، يعني ما عملناش حاجة كتير السنة دي يعني عشان الجو زحمة وكده يعني. العيد السنة دي طبعا مختلف عن من ساعة الثورة، 3 سنين بتوع الثورة أول مرة نحس بالعيد السنة دي، والعيد فعلا كان فيه بهجة وفيه أمن شوية، زاد الأمن وزادت الناس ما بقتش تخاف، بقت تنزل الشوارع والأمور ماشية طبيعي والحمد لله، وخدت ولادي ونزلت وما فيش أي مشكلة خالص. العيد السنة دي كان عيد فل علينا وكان أحلى عيد بالنسبة لنا. عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، في النهاية كل عام وكل سنة وكل أوقاتكم وأنتم بخير. معتز العقاد، قناة دريم. اتبسطنا في العيد الحمد لله، ويمكن بشهادة المواطنين ده أول عيد من أحداث 25 يناير يخلينا نحس بالفرحة ويحس إن احنا مبسوطين. إن شاء الله يا رب يخلي أيام المصريين كلها أفراح وأعياد. انتهت فقرة التقارير مشاهدينا، وبعد الفاصل الجزء الأول من أحوال الناس وعودة عسكري الدرك للشارع المصري، ابقوا معنا.